لا يمكن الحديث عن محاربة الجريمة وتطورها في زمن الجائحة دون الحديث واستحضار ظروف العمل الخاصة بسبب انتشار هذا الوباء. وفي هذه المناسبة أتوجه بالتحية لكافة موظفي وموظفات الأمن الوطني عن الشجاعة التي أبدوها والروح العالية للمسؤولية ونكران للذات، إذ كانوا دائما ولم يتراجعوا أبدا، كانوا دائما في الصفوف الأمامية، وذلك من أجل التنزيل والمحافظة على تدابير الحجر الصحي وكذا الحفاظ على سلامة وأمن المواطنات والمواطنين وممتلكاتهم. بالنسبة لهذه السنة فقد عرفت زيادة بقدرها 33% مقارنة مع سنة 2019 فيما يخص القضايا الجرية، ولكن هذا راجع بالأساس إلى حصيلة معالجة ومحاربة الأفعال المتعلقة بتنفيذ تدابير الحجر الصحي من قبيل ترويج الكمامات بصفة غير قانونية وكذلك المطهرات ونشر الأخبار الزائفة وكذلك خرق حالة الطوارئ.